سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما يبلغنا جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، عمدها وخطأها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم. اللهم اجمعنا بأحبابنا في الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع درجاتهم، وأن تعلي منازلهم، وأن تجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين يا رب العالمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد المبارك آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك. اللهم اجعلهما مباركين موفقين للخير ولما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا، محفوظا محروسا من كيد كل كائد ومن مكر كل ماكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنوده وحدوده، وأن تحفظ مقدساته وعقيدته وأخلاقه، وأن تحفظ شيبه وشبابه. اللهم اجعله بلدا آمنا محفوظا بحفظك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.